السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الفقاس اللي صراحه كيجي لذيذ وسهل. غادي نديرو بالنافع والزنجلان. بون، غنبداو بالمقادير على بركه الله. هنايا عندي 5 ديال البيضات، بالنسبه اللي عنده بيضات كبارين ندير غير 4. هنايا واحد 5 ديال المعالق ديال الزنجلان يكون محمر شي شويه في مقيله، وهنايا واحد 3 د المعالق كبار ديال النافع، جوج خميرات ديال البيكنج باودر، وحده د الفانيلا، عندي كاس د الزيت. غنحتاج جوج معالق ديال الزهر، والزهر كيبقى اختياري، انا كيعجبني يجيب النكهه ديال الزهر. وهنايا كاس ديال سنيدة، وعندي هنايا واحد قبيصه د الملح باش كتحيد لي الزفوريه د البيض، وعندي الطحين 650 غرام. وحنا كنجمعوا، حنا عندنا ميزان، خليكم معايا. دابا غنبداو على بركه الله. اول حاجه غنهرسوا البيض، 5 ديال البيضات، بسم الله. غنزيد فوق منهم هذيك الرشيشه ديال المليحه، غنزيد السكر، كاس ديال سنيده كما سمقلي قلت لكم في الاول، غنزيد الكاس ديال الزيت، وغنزيد طشيه ديال الفانيلا، ودابا غادي نحاول نجمع المكونات غير بيدي، ما نستعمل لا فويي لا حتى حاجه بهذه الطريقه حتى كيتجمع لينا السكر والزيت. دابا غنزيد قياس جوج معالق د الزهر غير بالمغيطه ديالها، ها الجوجه يعني جوج معالق كبار. دابا غادي ندير النافع وغندير الزنجلان ديالي كما كتشوفوا. وبالنسبه للنافع والزنجلان كيبقى اختياري، كديروا الكميه اللي تبغيو، كتبغيوهم كثارين وهما صراحه صحيين. انا كيعجبني ندير كميه كثيرة باش كيجيني الفقاس ديالي مقوم، واللي ما عندوش معاهم يقدر يدير غير شويه. وكما قلت لكم هذيك المعلقه ديال الزهر كيعطي واحد الريحه غزاله للفقاس. ودابا غنبقى نضيف الدقيق بشويه كما كتعرفوا، يعني شويه شويه، وعينك ميزانك. يعني صراحه الانسان هكا يعني في العشيه كيبغي يشرب كويس داتاي. انا صراحه تسالت لي الحلوه اللي عندي، قلت نوض ندير شي فقيقصات. دابا بنفس الطريقه حتى كنجمع الفقاس ديالي. هكا حتى نقرب نسالي، وغادي نضيف البيكنج باودر. دابا غنضيف البيكنج باودر باش غنجمع
العجينه ديالي صافي، حيت انا ما غاديش نقصحها بزاف، غنخليها شويه جاريه، ما بغيتوش نقصحها بزاف. ودابا غنخلط ونجمع. دابا غنقسم العجينه ديالي على 5 الكويرات كما كتشوفوا، راه خليتها رطبه شويه. حاولت نقسمهم الى قطع متساويين. دابا خديت الصينيه كما كتشوفوا بحال هذه، وغنهز الكويرات ديالي ندير في يدي شويه الزويته، وغنبدا نحرب لهم على هذا الشكل هذا. كديرهم على القياس اللي بغيتو، واش بغيتوهم طوالين ولا عراضين، كتبقاو غاديين هكا بشويه بشويه حتى كتحصلوا على الحربول ديالكم. هكا غنخدم الحرابل ديالي كما كتشوفوا، مازال غتنفخ ليا. دابا غنحطو في الصينيه ديالي كما كتشوفوا، ديجا كنت دهنها. دابا غنكمل باقي الكويرات ديالي ونتلاقاو باش نكمل المراحل. دابا بعد ما حربلت الفقاس ديالي درت هنايا واحد المعلقه ديال نيسكافيه، ودابا غنزيد عليها معلقه ديال الزهر باش يذوب لي هاد نيسكافيه كما كتشوفوا. ودابا غنزيد فوق منها بيضه باش غندهن الفقاقصات ديالي. ودابا بعد ما خلطت البيض ديالي ونستفي غندهن الفقاص ديالي مزيان. دهنوه مزيان من الجناب الفوق، وديروا له يعني غندوز عليهم دابا هكا، وغنعاود حيت نسالي ندوز عليهم، عاد غادي ندوز عليها الفرشيطه، عاد غندخلو الفرن اللي يكون بارد، ما غاديش نكون مسخناه قبل. غنشغل درجه الحراره على 350 دوغري. وبالنسبه للناس اللي عندهم الفرن العادي ديال البوطه غادي يشعلوه بارد، كيشعلوه يحطوا الطاوه ديالهم باش يطيب لي على خاطرو. دابا غنعاود له مره اخرى كما كتشوفوا، مره ثانيه باش يجيني محمر وفيه داك البغيون. ودابا غناخذ الفرشيطه بهذه الطريقه كما كتشوفوا بحال هكا، غندوز عليه من الجناب. ندوز عليه من الجناب والجوانب،
بصراحه كيجي زوين في هاد الشريطات هكا من الفوق. ودابا غندير لهم نفس الطريقه كاملين ومن بعد غندخلو فرن ونطلقاو. ودابا بعد ما طاب الفقاس ديالي هادي راني هرستها، المهم جمعتهم في طابه وحيده. دابا خديت فوطه اللي كتكون جديده وفزقتها وعترتها مزيان. دابا غنغطى بها الفقاس ديالي وغادي نجيب من يدي الاخر وغنزيدو عليهم وغادي نخلي الفقاس ديالي حتى كيبرد ليا. دابا بعد ما برد ليا الفقاس ديالي جبت هاد اللاطا على شكل مقرد وغنبدا على بركه الله نقطعو وندخلو يتهمر. نتوما كتقطعوه القياس اللي بغيتو، انا غنقطعو شويه عريض يكون شغليض وما يكون شرقيق كما كتشوفوا. كما قلت لكم قطع على هذا الشكل وندخله يتحمر باذن الله. كما كتشوفوا هكا حتى غنكمل الفقاس ديالي بنفس الشكل. ودابا بعد ما قطعت الفقاس ديالي كما كتشوفوا انا درتو حجم متوسط ما درتوش كبير بزاف. دابا غندخلو يتحمر ونطلقو ان شاء الله. دابا غنقطع، دخلت الطاوه ديالي تحمر وغنقطع هادو على هاد الشكل، هادو غنطولهم شي شويه كما كتشوفوا. كنبدا من هنا وكان نتم غادية حتى كنوصل، كتجي الفقاسة كبيرة وعريضة. غنوريها لكم قداش كتجي، يعني هادو جوج طرق، إلا بغيتوه صغير وإلا بغيتوه طويل قالكم الإختيار. أنا قلت ندير شوية هكا وشوية هكا. بعد ما ساليت الفقاس ديالي وحمرته كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. هذا داك الفقاس اللي قطعته يعني بحجم صغير، وهذا اللي قطعته طويول كيجي صراحه غزال كما كتشوفوا محمر مقرمل. انا تيعجبني نحمره مزيان وكما كتشوفوا يعني 650 غرام كتعطيك هاد لا كونتيتي. ودوك التقطيعات اللي كيبقاو في الجناب هو صراحه كيجي مقوم ومقرمش، وكنتمنى تجربوه من الاعجاب ديالكم. وما تنساوش تفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب وجيم، ونتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء.